الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل عدة سنوات كنت مؤذنا في إحدى المساجد قبل تولي الإمامة، وكان هناك رجل كبير في السن عابد من أهل الصف الأول، وكان يسابقني إلى المسجد. وفي إحدى الأيام نظرت إلى قدمه فوجدت فيها آثار حروق بالنار، فسألته عنها فقال: أنا كنت في الكويت وقت أزمة الخليج. يقول: فضرب صاروخ في المجموعة التي كنت فيها فاشتعلت النار في أجسادنا. يقول: ففي هذه اللحظات تذكرت 18 يتيما كنت أنفق عليهم، مروا أمام عيني كالشريط. يقول: ووالله ما هي إلا لحظات. ويضرب صاروخ آخر في ماسورة كانت بجواره، ماسورة ماء، فيضرب الصاروخ في هذه الماسورة فينفجر الماء وينسكب علي وتطفأ النار. لا إله إلا الله، ما أعظم الله. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. ويقول سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. ما عليهم خوف، ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون، لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على الماضي. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخي ينفق ولا تبخل بمالك، فإن المال من رب البرية، فبسط الكف في سبل المعالي ينجي العبد من سوء المنية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.